طبعا ليا، حكينا عن العودة للمدارس لمختلف المراحل الدراسية، لكن إذا بدنا نحكي عن مرحلة الطفولة أو الروضة مثل ما بنقول نحن، فهي مرحلة كتير مهمة وأساسية لإعداد الطفل في المستقبل، وبتعلمه أكيد كتير أشياء مهمة، وهي مرحلة أساسية لاكتساب المهارات وتكوين الشخصية. إذا بدنا نقول رح نحكي عن هي المرحلة بالتفصيل ومدى أهميتها مع الاختصاصية التربوية نغم تربي. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك أستاذة نغم. صباح الخير. بالبداية نغم، خلينا نحكي كيف فينا نهيئ الأطفال إلى الدخول لعالم مختلف، وخاصة يمكن بعمر صغير، كيف فينا ندخلهم إلى عالم جديد، عالم ما بيشبههم، نهيئهم نفسيا كيف؟ تمام، هلا بدنا نحكي عن أهمية المرحلة. بالبداية مرحلة الطفولة هي من أهم مرحلة رياض الأطفال، من أهم المراحل اللي بمر فيها الطفل بحياته، فهون بتتبلور شخصيته، نعتبرها هي مرحلة انفصالية مهمة جدا بحياة الطفل وبحياة الأسرة كمان. هون بتكون الطفل بيخطي خطوة، أول خطوة وأكبر خطوة بحياته ليدخل لهذا المجال، لبداية رحلة ممكن يواجه كتير صعوبات. بس الشيء الأول اللي لازم نحن نعمله أو الأم تعمله قبل ما يدخل هو الروضة، بتكون مهمة الأم إنه نحن منهيئ الطفل نفسيا لدخوله لهذا المكان. هون لما بهيئه بحكي، بقعد أنا وابني بحكي إنه نحن صرت بعمر أنت قادر إنك تدخل لهذا المكان، بشرح له، بخلي توقعاتي منطقية. يعني أنا لما بشرح لطفلي لحببه بالمكان، في كتير أمهات تجي بتحكي أنه أنت بكرة بدك تروح على روضة كتير حلوة، فيها مسبح، فيها حديقة حيوانات، فيها ملعب كتير لكرة القدم، وهيك بتصير بتشرح. فبيروح الطفل بيتفاجأ بيروح الطفل وبيتفاجأ. هون نحن هي أول خطوة ثقة بين الأم والطفل، فورا بيكون الامتحان، فشلت بهذا الامتحان اللي هي قامت فيه. فأنا بحكي للطفل، بكون أنا زايرة الروضة قبل، عندي معلومات كاملة عن هذا المكان، فبخبره أنه نحن بكرة بدنا نروح على روضة فيها لعبة تسلق لتقوي عضلاتك وتصير كبير، فيها حوض طابات، فيها ركن رمل، فيها ركن مكعبات، غرفة مونتيسوري. يعني أنا بشرح له الشيء الموجود بهي الروضة اللي أنا بدي سجله فيها، يكون واقعيين قدر الإمكان. لما بيدخل الطفل، ودائما أنا بركز قبل الدوام النظامي، لما بيجي الطفل على الروضة قبل ما نبلش دوام فعلي، يجي تصطحبه الأم لهذا المكان، يجي تعرفه على كل ركن من أركان الروضة، تحكي مع المس تبعيته، يكون الحديث دائما الحديث بين المس والأم. الطفل هون بيشعر بالأمان، وخصوصا إذا كان في مزح وضحك وسمع أنه الأم عم بتوصي المس بطفله، فهون الطفل بيشعر بالأمان، لأنه هون بده يكون ببيته الثاني، وممكن المس تكون بديلة عن أمه الثانية لحتى يقضي وقت طويل. هون لما بهيئه نفسيا بيكون هو مستعد ليدخل لهذا المكان. بس نحن بدنا نتوقع دائما الأسوأ لحتى نشوف. يعني أنا ما في يقول عن أطفال إنه هن كل الأطفال بيبكوا، ولا كل الأطفال هن قادرين إنه يستوعبوا هذا الانفصال عن الأم، لأنه نحن بنسميه بمثابة الفطام الثاني للطفل، قد هو صعب. حتى الأم بتكون خايفة بهي المرحلة، هو قرار صعب بالنسبة لها وبالنسبة للطفل. دائما نغم السؤال إنه أنت بيكون العمر المناسب للطفل حتى يفوت على الروضة، لأنه أوقات بيقولوا العمر الصغير بسنتين بيقوي شخصية الطفل، البعض الآخر بيقول أكبر غلط إنه نحن نفوت الطفل بهذا العمر الصغير، لازم لثلاث سنين وما فوق. شو مدى صحة هذا الشيء؟ العمر المناسب بين سنتين وثلاث سنوات، بس كمان أنا ما بدي أعمم هذا الموضوع، لأنه في أمهات عاملات وغير قادرة على أخذ إجازة لفترات طويلة. طبعا. لكن هو الصح أنك أنت تضلي مع ابنك أول سنتين صح بحياته. من أي ناحية؟ من الناحية النفسية للطفل، أنه أنا بكون قريبة من ابني، عم بهتم فيه، بعرف. يعني بيكون الطفل صغير بعده هلق عم يكتشف، أنا عم بعطيه حاجاته، هو غير قادر على القيام بهي الحاجات. لما بيصير عمره سنتين وبيطلع على الروضة، هون بنلاحظ طفل عمر السنتين هو قادر انه نحن طبعا اذا علمناه ومع الممارسه انه يلبس جاكيته، ياكل لحاله، يغسل ايديه، هي كل الامور بصير بيقدر يعملها. فلهذا الشيء نحن بنقول قبل السنتين، يعني ما بدي اقول ما بصير، لانه بحكم الظروف اللي نحن عم نعيشها والامهات العاملات ما لنا مشكله، بس لكن تعود الاوقات اللي غابت فيها عن ابنه تعوض له اياها بالبيت.
ونحن بنشوف انه ما عليه تخفف ساعات الشغل عندها. انا قضيت 4 ساعات بشغلي وابني مو موجود معي، باخده بعوض، بخليه يشعر بالامان بوجودي معه، ما بخليه في فراغ بيني وبينه او حاجز بيني وبينه انه انا غبت عنه فترات طويله. نعم، خلينا نحكي عن الاطفال يلي عندهم خوف من الانفصال عن امهم او عن ابوهم او بالدخول الى الجاردوري او للروضه. اول يوم يمكن بصير في عندهم بكي، ثاني يوم بصير بيمرضوا عن جد بمرض حقيقي انه هن ما بدهم يروحوا على هذا المكان. خلينا نحكي عن هاي الحاله وكيف فينا نحن كاهل نتعامل معها. تماما، لهذا الشيء نحن بنقول تهيئه الطفل لدخول هاي المرحله لازم، هي خطوه اساسيه بحياتنا. لما بهيئه مو بالضروره انا هيئت طفلي فهو فورا رح يدخل للروضه. انا بدي يكون، انا لما باخذ ابني فبلاحظ انا بصير، انا بسميها الدراما الصباحية، ببلش الولد انه بيبكي بيتمسك بامه بيستجر عطفه، مامي لا تتركيني، انا بحبك، لا تتخلي عني، يعني هي الكلمات. فهون الام تتراجع خطوة لورا ويمكن 10 خطوات كرمال هالكلام اللي عم يحكيها. بدي اكد على موضوع الطفل كتير ذكي، يعني اذكى مننا، هو ممكن بيلجأ لهذا الاسلوب ليحصل على الشيء اللي بده اياه، خصوصا اذا كان في بيبي صغير بالبيت. انه انا شو بدي اعمل بحالي؟ شلون بدي اتركهم بالبيت لحالهم واجي انا على هذا المكان؟ شو بدي اروح عليه؟ فلهذا الشيء نحن نهيئ، والام تكون واعيه بهذا الشيء. لما باخذ قرار اني انا احط ابني بهذا المكان، بدي يكون مقتنعه 100% انه خلص هذا المكان الصح اللي لازم ابني يتواجد فيه. وكثير ضروري هلق صار وجود الطفل بالروضه بالثلاثه والاربع سنوات ضروري، لانه هو عم يتعلم مهارات، عم يكتسب كثير من الخبرات. هون الام ما عليها تتركه، يعني بدنا شوي نكون قاسيين بهذا الشيء، انه عم يبكي اوكي تركي. المفاجاه الكبيره اللي بتصير معنا بكل سنه ببدايه العام انه الطفل لما بيترك امه وبفوت على الروضة بيسكت فورا. يعني كثير نحن بنصور الاطفال للامهات لنفرجيهم انه انتم الطفل سكت، بمجرد ما تركهم سكت، دائما بيطمع بالام. فما عليه، خلينا اول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، ممكن اطفال تضلها العشر ايام لا تتاقلم، ممكن اطفال فورا. وممكن كثير غالبا بيصير انه الطفل بيكون صار له سنه بالروضه، خلينا نحكي، بتتفاجئ الام انه هو ما عاد حب يجي. كمان هذا الموضوع هذا بنسميه مرحله الانفصال، الطفل بيوعى فورا حتى لو كان واعي انه انا بهذا المكان رح اكون مبسوط، والام كمان كانت مقتنعه بالفكره، لكن بتجي فترات انه انا ما عاد بدي اروح على الروضه. الام بتفكر انه بتجي فورا انه مين عمل له شيء، مين زعله، مين عاقبه. لا 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 ابدا، الطفل مزاجي بطبعه، يعني ممكن يجي ايام انه هو مو حابب يروح، ما عليه، انا ما بغصب الطفل لحتى يكون بهذا المكان، بتركه على راحته طبعا، مو انه انا ما عاد خليه يرجع على هذا المكان، لا ما عليه، انت اليوم مرتاح وبلا ما تروح، بس بكره ضروري نحن نرجع ونروح. أنا دائما على تواصل مع المس بخبرها انه ابني هيك عمل، فنحن بطريقتنا بنخلي الطفل يحب يجي على هذا المكان. بس خلينا نكون شوي كمان واقعيين وما نحط كل اللوم على الطفل، اوقات لا أبدا. المكان بحد ذاته بيلعب دور اما بتشجيع الطفل اكثر وتحبيبه بالمكان وبهي المرحله اللي حكينا قد ايه مهمه، وبنفس الوقت اوقات التعامل ويمكن الوسط الموجود فيه من كل النواحي، ان كان صحي، الالعاب الموجوده، طرق التعليم ممكن ما تكون هي صح وتجذب انتباه الطفل. خلينا نحكي عن هذا تماما. نحن دائما بنأكد على اهميه هي المرحله. كثير في اخطاء ممكن نحن بنقول هي المرحله هي مرحله وبتمر بحياه الطفل، لكن هي اهم السنوات عم يقضيها بالروضه، هي اهم سنوات حياته، لازم يكتسب منها هي الشغلات. ومنأكد انه اختيار الكادر بهذا المكان يكون صحيح، يعني انا بدي شخص يكون كفؤ لهذا المكان، يكون عنده خبره، بالفعل يتعامل مع الطفل كانه ام حنون على هذا الطفل، مو بس نحن نجي نقضي اوقات شغل ونمشي، لانه بالنهايه هذا الطفل هو امانه عنا. والموضوع كمان بيرجع للام، انا لما بدي اختار مكان لطفلي بدي اختار الافضل لأله، بدي شوف، بدي أعيش مع الجو، بدي دائما تابع ابني بهذا المكان لحتى أشوفه إذا مبسوط أو لا. نحن دائما بنسعى أنه الطفل لما بيدخل على هذا المكان
قبل ما أعلمه أي شيء بعمل له دعم نفسي، بعمل دراسة عن نفسيته، بشوف شو هي المشاكل اللي عم بيعاني منها بالبيت، حاول اتفاداها حتى ممكن مشاكل تصير بين الأطفال. فضل دائما الأهل يخبروني بهذا الموضوع كرمال نحن فورا، يعني ممكن الطفل يزعل من رفيقه فهو يقعد بالبيت انه انا ما عاد بدي اروح هذا المكان، انه رفيقي ما بيحبني او رفيقتي ما بتحبني. كمان هون نحن صحيح موضوع صغير بالنسبة لنا لكن بيعني كثير للطفل طبعا. انا هون فورا بتابع الموضوع، لهيك دائما بقول انه نحن المستات يخضعوا لدورات تأهيل لمتابعة الأطفال، لمتابعة المناهج، أعطاء المنهاج بطريقة محببة للطفل. ما بيجي أنا مثلا فورا يلا أول يوم أول يومين يلا خلينا نكتب، الطفل جاي يتعلم. أنا بأول أسبوع بدي هيئه، بدي حببه بالمكان، خليه هو في قاعة مونتيسوري يدخل على القاعة يختار الألعاب، شيء قوي له عضلاته الدقيقة لحتى يقدر يمسك القلم، وبعدين بنبلش بإعطاء له دروس. نعم، خلينا نحكي كمان من ضمن يمكن الأساليب الخاطئة أنه الطفل مرض أول مرة، مرض ثاني مرة، عدوا بعض الأطفال وخاصة بفصل الشتاء. خلينا نحكي عن هاي الحالة، فالأم هون بترتعب وبتغيب ابنها عن المدرسة من بعد ما تعبت لتأقلم بالمدرسة. خلينا نحكي عن هاي الحالة، قد ايه بتأثر سلبا وبس بدها ترجعه على الروضة من أول وجديد بترجع معه من الصفر مع الطفل. لهذا الشيء دائما بخبر الأهل أنه أي غياب ضروري أو مضطر عليه الطفل بده يغيبه تخبر لحتى أنا نحن نقدر تكمل معه بالبيت. يعني انقطاعه المفاجئ عن الروضة رح يسبب له مشاكل. نحن أولادنا غابوا عن المدارس، ما بدي أحكي عن الروضة، فهن لما رجعت المدرسة كان لاقوا صعوبة كتير كبيرة بهذا الوقت. فأنا الطفل الصغير عودته وحب المكان وهيك، وفجأة قاعد بالبيت بتابعه بالدروس، بضلني بتواصل مع الروضة، باخذ الوظائف اللي أخذها، بشوف النشاطات اللي عملوها بكملها أنا معي بالبيت لحتى يتحسن، ولما يتحسن فورا برجعه، لأنه الغيابات المتكررة كتير عم بتأثر على الطفل وعم بتأثر على الروضة، عم بتخلي حتى الكادر يرجع من الصفر يتعامل مع طبعًا. الطفل ويتعب معه كرمال نوصل للنتيجة اللي بدنا إياها. هلا الشيء الثاني اللي يمكن نحن شوي بنغفل عنه أو ما بنهتم فيه، إنه الطفل عنده نظرة جمالية مثله مثل أي شخص بالغ أو شخص كبير، فده لازم يكون المكان مهيئ سواء من ناحية الألوان، الألعاب الموجودة، الصحة الموجودة بهذا المكان من تهوية وإضاءة وإنارة وكل هي التفاصيل. طبعا هذا الموضوع كتير مهم، مو بس جمال المكان، حتى دائما الطفل بيلفت نظره المس اللي بتكون مزبطة حالة عاملة شعراتها، لدرجة أنه ممكن المس تكون عم تعطي درس، فورا بعفوية وبكل براءة بيقوم الطفل مس أنا كتير بحبك. فهون بدها تكون المس كتير يعني ترد بطريقة محببة للطفل، أي حبيبي وأنا بحبك. في عندك ناس أنه بيكون أنه هي أساسا ما أنا كفؤ لهذا المكان، أي أنه مو وقت هذا الكلام يلا قعد. هذا الموضوع كتير غلط، لأنه الطفل هون الطفل عم يعطيكي طاقة إيجابية، بالعكس لازم تكوني مبسوطة. ودائما منأكد على هذا الموضوع أنه المكان اللي بيتواجد فيه الطفل ضروري وجود الألوان الزاهية، الرسومات، المكان. لما أنا بدي خلي طفل يقعد بمكان خليه بعيد شوي عن رفيقه كرمال هو حتى ما ينزعج تمام. لأنه الطفل ببدايته عنده حب التملك، الأنانية، يعني أنا ما بدي حدا يقعد جنبي. لبين ما يتأقلم على الوضع ولبين ما هو يحب الأشخاص الموجودين، بعدين بتصير شوي شوي بتعطيه بمحبة. ما فيي أنا أجي أفرض عليه هذا الشيء، طفل لحاله لما بيحب الشيء. ولما بنشوف طفل أناني ومو حابب مثلا يعطي رفقاته ما بيجي بوجه بشكل شخصي. دائما نحن نحرص الملاحظات اللي بدي وجهها لأطفالي بوجهها بطريقة جماعية، يعني عن طريق قصة، عن طريق أي شيء ممكن، عن طريق العصفورة. دائما نستخدم أسلوب العصفورة، إنه العصفورة هيك خبرتني. نحن لأنه على تواصل مع الأهل والأم عم بتخبرنا كل شيء عم بيصير مع الطفل بالبيت، عم لاقي طريقة كتير حلوة والطفل عم يتجاوب معنا بهذا الموضوع. فكتير حلو الأسلوب الراقي بالتعامل مع الأطفال، نتعامل معهم على إنه هن حدا
هم بالحياة، ناخذ رأيهم. المكان كمان كتير مهم مثل ما حكينا، والألوان الزاهية كتير ضرورية، وتضل المس بإشراقتها يعني رغم كل الظروف اللي ممكن عم بتعاني منها. ما عليه، نترك كل شيء برا وندخل على شغلنا، نحب هذا الشغل كرمال الأطفال اللي نحن عم نتعلم منهم، مو بس عم نعلمهم، عم نتعلم منهم كتير من الأشياء. أكيد. نعم. خلينا نحكي أيمت لازم نحن نلجأ إلى أخصائية نفسية أو أخصائية تربوية تهتم بالأطفال، ويمكن كثير من الأهل ما عندهم أسلوب لحتى يعلموا أولادهم كيف يتصرفوا أو كيف يدخلوا إلى عالم جديد. قديش مهم نحن هي الثقافة إنه نكرسها بالمجتمع، الأخصائية التربوية، الأخصائية النفسية، إنه هي تكون رفيقة العيلة كمان؟ طبعا ضروري، بس انا قبل ما احط اخصائيه تربويه لابني بدي يكون انا عم بصلح نفسي. يعني انا بجي بحط اخصائيه لابني بس انا بالمقابل ما عم عامله المعامله المنيحه اللي لازم عامله اياها، انا بكون هيك ما استفدت شيء. بجي ببلش من حالي، ببلش كيف بدي انا اتعامل مع ابني. كثير من الاطفال ممكن ما ترد على امهاتها بانه ممكن تطمع بالام، تطمع بالاب، دائما يطلبوا النصيحه من حدا بعيد، من حدا ثاني يعني غير الام والاب. فانا معلي لما بشوف ابني وصل لمرحله انا ما عاد اقدر اتعامل معه، معناته في مشكله بين العلاقه بين الطفل والام. تماما تماما. لما بيكون في عصبيه، ودائما لغه الامر نستخدمها مع الطفل ونطلب من الطفل انت بدك تجيب هذا الشيء هلق بده يحضر عندي، هذا موضوع كتير غلط. انا بدي اتعامل معه، بدي اعامله كانه هو عن جد حدا مهم بهذا البيت، اخذ رايه، ما اتذمر كتير، ما وجه له كلام يسأله. يعني كمان الكلمات اللي نحن عم نوجهها للاطفال كتير سيئه، بدي اتعامل معه برقي. فهون نحن الخطا ببلش من الاهل وبينتقل للطفل، فلهذا الشيء نحن بنقول نصلح نفسنا لحتى ننقل هذا الشيء لاطفالنا. ولما بحتاج لاخصائيه تربويه اكيد مو غلط، لكن انا وطفلي ما عليه نسمع النصائح من الاخصائيه كرمال نمشي صح، ونبلش معهم من هن وصغار. ما نتذكر انه انا بدي اصلح طفلي ممكن بعد ما يصير عمره 18 سنه، خلص فات الأوان. تماما فات الأوان. أول 5 سنوات هن أهم سنوات بحياة الطفل، أي سلوك بدنا نعدله أو بدنا نقومه بهذا العمر، وأكيد بالسنوات اللي بعدها منعدل سلوك، منوجه بطريقة صحيحة، نتابع الطفل بكل خطواته لنحصل على النتيجة اللي بدنا إياها. نعم. إذا بدنا نحكي عن تجارب الحياة وتجارب الأمهات، كتير منلاقي فرق بين الطفل الوحيد والطفل يلي عنده أخوات بدخول لهي المرحلة. تمام. وحتى يمكن بتكوين الصداقات منلاقي الطفل الوحيد شوي يمكن بده وقت أكتر من غيره ببعض الحالات. إذا بدنا نقول كيف الأم بتقدر تتأقلم مع هذا الشيء وتعد طفلها بالأنشطة، مو بس بالحوار والحالة النفسية، في أنشطة معينة بتقدر الأم تعد طفلها قبل ما يفوت بهي المرحلة؟ تماما. هلا هو الطفل لحاله، طالما نحن عم نحكي انه طفل وحيد، ضروري وجود حدا تاني معه. يعني ما عليه ابن الجيران تجيبه لعنده، تعرفه انه هذا الشيء مثلا هذا حبيبك، هذا اخوك، انه نحن لازم نتشارك بهذا الشيء. الاكله اذا بتجيب له اكله تخص ما بينه وبين حدا مقرب او محبب للطفل، خلينا نحكي لحتى نعلمه التشاركيه، حب الغير. غير هيك نحن ما فينا نعمل، يعني اكيد في نشاطات كثيره بنعملها، بس كمان نحن ما فينا بالاجبار نعطي الطفل. ما عليه شوي شوي، مرحله مرحله بيمشي حاله، ندخله بروضه يكون مع مجموعة كاملة. مثل ما حكينا عن حب التملك، انه في اطفال مثلا ما بتحب تعطي لعبتها لحدا، ما فينا نحن ناخذ اللعبة من الطفل ونخبيها. ما عليه اول مرة، ثاني مرة ملاحظات، ثالث مرة نعرف الطفل انه كلكم اخوات وهي الالعاب للكل ولازم نتشارك. الالعاب الجماعية اللي لازم نحن نستخدمها مع اطفالنا كثير مهمة لحتى نقوي روح الجماعة بيناتهم، ونعرف الطفل مو المهم مين فاز، المهم انه نحن لعبنا، تسلينا، انبسطنا. هذا الموضوع كتير مهم كمان للطفل. شوي شوي والأم والأب كمان يشتغلوا على الطفل الوحيد كرمال يبتعد عن الأنانية، عن حب التملك، لأنه هو حب التملك صفة عند كل الأطفال بغض النظر أنه هو وحيد أو غيره. هي أكثر عند الطفل. تماماً. الوحيد. بس بتختلف بالنسب يعني. نغم، نحن بدنا نشكرك كتير. شكراً لك ونهارك سعيد يا رب. أهلا وسهلا. شكراً لك، وبداية عام دراسي نتمنى يكون كله خير ونجاح لكل الطلاب.